لخدمة مهنته ووطنه، كما ودع إعلامي النجف فقيدهم واعتبروه خسارة كبيرة بالنسبة للإعلاميين في العراق عامة والنجف بشكل خاص. يعني الحقيقة اليوم خسارة كبيرة للإعلام النجفي وللساحة الإعلامية في العراق بنظري، لأننا فقدنا يعني إعلامي قدير ومعروف وصاحب خبرة وصاحب تجارب، وكنا نستفيد كثيرا من تجربته ونستفيد من خبرته، وكان بحق معلما لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا بأبنائه الذين علمهم جميعا مهنة الإعلام ووضعهم على الطريق الصحيح. نتمنى له الرحمة والرضوان ولذويه الصبر والسلوان. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الإعلامي الكبير الحاج أحمد عبد فرمان أبو حيدر، كان مثالا للإعلامي المثابر والمجد والمجتهد في عمله، كان أخا وصديقا، وكان كثيرا ما يرفدنا بالمعلومات وكثيرا ما نستأنس بآرائه السديدة، تغمده الله بالرأفة والرحمة والرضوان. أيضا نحن نعزي قناة الرشيد بهذه المناسبة لفقد أخينا الأكبر أبو حيدر. منذ سبعينيات القرن الماضي بدأت مسيرة الأستاذ أحمد الخفاجي الإعلامية في تلفزيون العراق، وتنقل بين كثير من القنوات العراقية، وكانت رحلته مع قناة الرشيد الفضائية أكثر من 5 سنوات من العطاء والتميز. ما أقدر أوصف الحين، لأنه الحنية اللي أتى أكبر من الكون هذا كله، الحنية اللي شايلها حتى في ساعة الغضب مالته هو حنين، حتى في ساعة الغضب هو حنين، كان يعني محتضننا بشكل مو طبيعي، كان محتضننا يعني عذرا يعني ما اقدر يعني هذا الشيء مو بيدي، يعني لانه الوالد غالي علي، هو اب وصديق، وشلون اوصفه، هو قليل. ابو حيدر ذلك الرجل المبتسم دائما كان ابا واستاذا تخرج على يديه الكثير من الاعلاميين، وقد اوقد حب المهنة في قلوب ابنائه، فها هم يخطون حذوه في مسيرته المليئة بالتميز والإبداع.